ومحدش قال الرجاء ان لو جاب جون الاول في الزمالك الزمالك هيزعله. طب محدش قال له اسال الترجي في الدور اللي قبلك على طول، او اسال الاهلي في مصر، او اسال الترجي في السوبر، او اسال اي حد جاب فينا جون الاول او تعادل معانا احنا عملنا فيه ايه. الزمالك بيضرب الرجاء برباعيه بعد ما الرجاء بيجيب جون الاول وكل الزمالكاوي بيحطوا ايديهم على قلبهم، ولكن بسيناريو هيتشكوكي كزمالك عادي الزمالك بيصعد للنهائي بعد مباراه شوطها الاول سيء شوطها الثاني كويس نوعا ما. وهنتكلم في كل حاجه في حلقه النهارده عن مباراه الزمالك والرجاء، وازاي الرجاء تفوق على الزمالك الشوط الاول، وازاي الزمالك قدر يفوز بالمباراه. هنتكلم في كل حاجه. قبل ما نخش في الحلقه انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك في الجرس عشان يجيلك كل جديد، ويلا بينا نتكلم عن عظمة الزمالك. حطني رقم واحد في القصير. شوط اول الزمالك بدا المباراه، الزمالك بدايه المباراه اللي عملها في الشوط الاول هو اللي دخل الرجاء في الجيم. الزمالك بدا المباراه بال 4-3-3، كانت على الورا 4-2-3-1 في رجال السن من 10، لكن على ارض الواقع كان الزمالك بيلعب 4-3-3، بيلعب ابو جبل وعوده ثنائيه الونش ومحمود علاء، بيلعب عشان عبد الله جمعه ناحيه اليمين، احمد عيد مش فاهم ليه احمد عيد في سله جاهزيه حسن امام، بس بدا باحمد عيد، بدا بثلاثي نص الملعب في الجانب الاساسي واسلام جابر وطارق حامد، بيلعب بثلاثي امامي زيزو بن شرقي ومصطفى محمد. الثلاثي التشكيله بتاع الزمالك في بدايه المباراه انا لما بصيت على التشكيل كنت قلقان نوعا ما من احمد عيد، لكن في نص الملعب كنت مطمن ان حتى لو كان بيلعب في الجانب الاساسي النمره 10 كان هيرجع مع اسلام جابر وطارق حامد يقفل المعثي، يعمل ثلاثي نص ملعب ويعمل ثلاثي في نص الملعب ويقفل مع طارق واسلام جابر. لكن اللي انا شفته ان انت بادئ المباراه 4-3-3 ولكن بادئ بدايه سيئه. الزمالك ما بداش بدايه ماتش الرجاء في كازابلانكا، الزمالك في ماتش الرجاء في كازابلانكا نوعا ما كان ماسك كوره، كان بيروح لمرمى الرجاء راح بكوره والثانيه والثالثه لحد ما سجل الجول، وكان بيحاول يهاجم الرجاء ما كانش مدافع من اول الماتش. لكن باتشيكو نزل المباراه دي مدافع من اول المباراه، مقفل من اول المباراه، مضايق المساحات من اول المباراه، كان بيدافع وبيحاول يلعب على المرتده، وده اللي خلى الرجاء الناحيه الثانيه يمسك كوره ويركز ويدي حريه، يدي له حريه. حتى الزمالك لما كان بيدافع هناك في كازابلانكا لما كنا بندافع كان بيبقى اول واحد بيدافع هو مصطفى محمد، بالضغط على الاثنين السنتر باك بدر بانون، وكان مش فاكر مين اللي جنبه في هناك في كازابلانكا، لكن هنا كان الورفلي وصدر بانون وبدر بانون الاثنين كانوا بيلعبوا، فكان مصطفى كان مفترض هو يضغط زي مباراه الذهاب، لكن باتشيكو رجح ان هو يقفل وكله يرجع ومبقاش فيه ضغط من الامام حتى، ويسيب الحريه للرجاء ان هو يتقدم ويلعب كوره ويحضر لعب. كان الرجاء بيحضر لعب بالراحه جدا، كان محسن متولي بينزل يستلم من نص الملعب من كل اريحيه، عبد الرحمن حفيظ بينزل يستلم من السيرت مكان بكل اريحيه، فانت كان عندك نقطه اللي انت بتدافع بس من غير دفاع، يعني بتدافع من غير دفاع لان انت بتدافع والرجاء قدر يوصل لمرماك، يعني انت واقف في نص ملعبك وبتحاول دايما مساحات، لكن الرجاء قدر يوصل لمرماك، هددك في كوره، هددك في الثانيه بقى بصد كوره، المدافعين كانوا بيشيلوا كور. لكن ان انت لو كنت دخلت المباراه او بدات المباراه بنفس مناهيه المباراه كنت خلاص كنت كسبت الماتش، كنتش دخلت الرجاء في الماتش، لكن انت من اول دقيقه في المباراه خليت الرجاء يخش في المباراه، خليت الرجاء يبقى مستحوذ، خليت الرجاء يمسك كوره، خليت الرجاء يهددك، ما اديتش اي مساحه لعبتك اللي هي تلعب كوره، ما فيش خالص، وده اللي خلى الرجاء الناحيه الثانيه بقى افضل، بقى شكله افضل الشوط الاول. الرجاء بادئ بتشكيله برده كويسه، بادئ بال 4-2-3-1 اللي بيلعب بيها على طول، وكان مساعده ان الفريق الاساسي نوعا ما بيلعب كان فابر كان انجا فايق عن مباراه الذهاب، عبد الرحمن حفيظي كان فايق عن مباراه الذهاب، محسن متولي كان فايق عن مباراه الذهاب، ملانجو كان نوعا ما مختفي، سفيان رحيمي ما لعبش مباراه ذهاب كويسه ولا مباراه عوده. فكان الرجاء اللي باين اللي هو افضل من الزمالك ان الزمالك دخل في المباراه، لو كان الزمالك لعب زي ما نهى الماتش كنا كسبنا، كنا عملنا اداء كويس في الشوط الاول، لكن الشوط الاول انا كنت مستني جول بصراحه من الرجاء، لكن الحمد لله اللي احنا خرجنا الشوط الاول ضد الرجاء 0-0، لان لو كنت خرجت الشوط الاول الرجاء متقدم عليك كنت الشوط الثاني عانيت جدا جدا جدا، لكن تخرج 0-0 الشوط الاول دي كانت حاجه مميزه جدا 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 ليك في المباراه. انت نهيت الشوط الاول 0-0 مع ان الرجاء افضل، الرجاء افضل تكتيكيا معنويا فنيا، ضغط هو الافضل، استحواذ على الكره هو الافضل، تهديد على المرمى الافضل. الزمالك طول الشوط الاول ما شاطش شوطه على المرمى، طول الشوط الاول الزمالك ما شاطش شوطه على المرمى، زيزو ما كانش فايق، شاري ما كانش فايق، مصطفى محمد ما كانش فايق، ما حدش من الفريق كان الشوط الاول موجود. انا كنت مستغرب ازاي الفريق بيلعب كده في سيمي فاينل، احنا ازاي مش فايقين، ازاي احنا هنتغلب.
بعد اللي شفته الشوط الاول انا كنت حاطط ايدي على قلبي وبقول يا رب نخرج المباراه دي على خير. ولكن لسه ما كملتش الكلام، الشوط الاول انتهى، دخلنا على الشوط الثاني، يا دوب بخش الثاني اول خمس دقائق اول 10 دقائق في المباراه جول الرجاء بيقلب الموازين. بعد جول الرجاء، الرجاء بعد الجول ريتمه هدي، الرجاء كنت مستني بعد ما اجيب الجول ريتمه يعلى، الرجاء هو اللي يضغط، الرجاء يمسك الكوره، الرجاء يحاول يجيب الجول الثاني. لكن بعد الجول الرجاء جابه، الزمالك هو اللي ابتدى يمسك الكوره، الزمالك هو اللي ابتدى يفوق، الزمالك هو اللي ابتدى يلعب بشكل كويس، هو اللي مسك الكوره ابتدى مره يمين مره شمال يفتح مساحات، كان بيحاول يهدد الرجاء، وده اللي عمله الزمالك. الضغط بتاع الزمالك الشرس بعد ما الجول بعد ما بونج فيه هو اللي خلى الزمالك يقدر ياخد المباراه بفوز. لان انت لو كنت برده الشوط الثاني دخلت مدافع ومقفل اللقاء كنت خسرت، كنت خسرت، وده اللي كان كنت مستنيه من باتشيكو الشوط الثاني. وحتى مصطفى محمد قال في اللقاء ان بين الشوطين باتشيكو قال لهم اضغطوا من قدام زي ما كنا بنعمل في ماتش الذهاب. ده اللي كنا شايفينه النهارده، مصطفى محمد ومن شرقي وسيسو الثلاثي بيضغطوا من امام، بنشوف الثلاثي بيضغط على المدافعين بتوع الرجاء، ما كانش سايب الرجاء براحته يحضر براحته، لا كان بيضغط عليه عكس الشوط الاول كنا بنشوف كل اريحيه للرجاء انه يحضر لعب. لا الشوط الثاني الزمالك كان بيضغط من امام عشان ما يديش فرصه للرجاء، وده حاجه كويسه جدا 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 للزمالك ان هو ضغط. لكن بعد الجون الزمالك مسك الكوره، الزمالك ابتدى يهدد، وبعد التهديد الدقيقه 66 جون على طول للزمالك بعد الضغط الشرس اللي عمله بعد ما مسك الكوره فرجاني يحط الكوره بوش رجله معلمه معلمه. والاحتفال بتاع فرجاني والعصبيه والتخبيط على صدره وبوس التيشيرت وكل الكلام ده بيدل ان فرجاني عليه ضغط كبير جدا، بيثبت لكل الناس انا زملكاوي، انا بفيد الفريق، انا مش بتاع هروب. وده اللي بانه النهارده فرجاني قدم مباراه من افضل مبارياته، قدم مباراه من افضل مبارياته. شفنا فرجاني في نص الملعب بيرجع يدافع وبيرجع يقطع كور، شفنا فرجاني ما بيفننش بياخد الكوره بيلعب سهل سواء لذيذ او تنشقي، والكرات الطويله بتاعته بتبقى مظبوطه ودقيقه جدا جدا وبانت في الجول الثالث للزمالك. ولكن اللي كان مساعد ان فرجاني يبقى فايق المباراه النهارده وباين في الملعب اسلام جابر، اسلام جابر اللي كان مساعد جدا طارق حامد، اللي كان ضغط، اللي كان طارق حامد بيضغط مش بالراحه، طارق حامد كان بيضغط خايف من الانذار فكان بيضغط بسلاسه، كان بيضغط يخش على الكوره مش بيضرب في اللعيبه. اللي كان بيعمل كده كان اسلام جابر، اسلام جابر هو اللي كان بيخش شرس بيخش بشراسه اللي كان بيعمله اسلام جابر، لكن طارق حامد كان نوعا ما خاف من الانذار، وده اللي خلى طارق حامد ما ياخدش انذار وخلى فرجاني السيفايه اسلام جابر. الجندي مجهول، الجندي مجهول اللي الزمالك لعب بيه ماتش الذهاب وقدم مباراه عالميه، ومباراه الاياب قدم مباراه عالميه. الجون التعادل للزمالك جون اسلام جابر، اسلام جابر قطع الكوره، قطع الكوره لاعب الرجاء وتقدم ورفع الكوره لسيسو، جون اسلام جابر. لولا قطع اسلام جابر الكوره ما كناش جبنا الجون التعادل. لكن فرجاني قطع الكوره ولعبها وجول، جول التاني جول التعادل. الزمالك بعد جول التعادل انا قلت الزمالك هيرجع يدافع هيرجع يقفل الفريق ويلعب كومبات طلع وراجع مرتد، ده اللي كنا شايفينه ان الزمالك راجع مقفل بس بيضغط بشراسه. الشوط الاول احنا ما كناش بنضغط، لكن الشوط التاني احنا بنضغط بشراسه، بنضايق الرجاء، بنضايق لعيبه الرجاء، الونجات بتضغط، نص الملعب بيضغط، المدافعين بيشيلوا اي كوره، كنا بنضايقين الرجاء، وده اللي خلى الزمالك يجيب جول تاني بعد ما الدقيقة 66 فضلنا قافلين الملعب شوية مضايقين المساحات سايبين الكورة للرجاء، اعمل اللي أنت عايزه بس مش هسيبك تحضر بالراحة، هسيبك تعتمد على الكرات الطويلة. وده اللي شفناه التقفيل والضغط بتاع الزمالك اللي هو يقفل المساحات وضايق المساحات، ده اللي خلاه يقدر يجيب الجول التاني. لأن الرجاء من الدقيقة 66 بعد الجول التعادل لحد الدقيقة 84 من الجول التاني للزمالك رجاء ما عملش هجمة على جول أبو جبل، ما كانش قادر يعمل هجمه، كنا مقفلين المساحات كويس جدا، كنا قافلين زوايا التمرير كويس جدا، كنا عاملين مباراه، عاملين شوط تاني كويس، ده اللي كان مميز للزمالك. بعد كده فرجاني ساسي في نص الملعب استلم الكوره بظهره بيعمل فنت بيلف ده الجول التالت، معلش الجول التاني زيزو خد الكوره ما بين اثنين، ما بين اثنين قلت زيزو هتضيع، لكن زيزو عدى بين اثنين ورفع عرضيه معلم معلم شبه تبقى اصلا عرضيه مباراه الذهاب من شرقي النهارده مصطفى محمد، مصطفى محمد بيطلع لوحده تماما في منطقه الجزاء بيحط الشومه في البعيده والجول الثاني وبنسبه لا يعني بنسبه تجاوز ال 95% الزمالك في الفاينل. الدقيقه 87 بعد ثلاث دقائق من الجول الثاني فرجاني اساسي بيعمل فنت في نص الملعب بيلف بيدي كوره طويله معلم معلم لمصطفى محمد، مصطفى محمد بيستلم
بيروح قنبله في المرمى، الجول الثالث للزمالك، وبننهي الماتش وبنقلنها رسميا الزمالك في الفاينل. لكن نسكت؟ لا ما نسكتش. في الدقيقه ال 92 او ال 93 كره طويله من فرجاني ساسي ليه بن شرقي، بن شرقي بيروح بيحط جول قليل الادب قوي، قليل الادب قوي قوي قوي. بن شرقي بيروح، الحارس بيطلع عليه، الحارس ما مامشي على الارض، الحارس واقف بكامل طوله، بن شرقي بيلعبها تشيب باص او تشيب شوت، وبتيجي جول الرابع للزمالك، وبنعمل نتيجه تاريخيه على الرجاء. الزمالك لما بيجي جول اول مستفز، يبتدي يجيب الجول الثاني والثالث والرابع وبيقتل عفريل قدام. الرجاء استفز الزمالك، فالزمالك ثار وجاب الجول الثاني، جاب التعادل في الثاني في الثالث في الرابع، وبننهي الماتش متاهلين للفاينل، فاينل ونهائي دوري ابطال افريقيا الاول في التاريخ بين الاهلي بين الزمالك. فاينل هنشوف فيه كل حاجه بالكوره، هنشوف خناقاتها، هنشوف ضربه، هنشوف اجوانها، هنشوف نهائي ممتع، نهائي القرن لدوري ابطال افريقيا. الزمالك قدر يتخطى الرجاء رباعيه لهدف بعد اداء سيء الشوط الاول، لكن اداء ممتاز او كويس يؤدي الى جيد جدا في الشوط الثاني، وبنكسب الرجاء برباعيه وبنصعد بعد مباراه ماراثونيه، مباراه كل الزمالكيه حطوا دمها على الجون لحد صفاره الحكم. مبروك لكل جماهير الزمالك، هارد لك لكل جماهير الرجاء، مبروك 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 لكل جماهير الزمالك الفاينل، وان شاء الله البطوله تبقى في ميت عقبه. ولكن ده كان رايك في مباراه الزمالك والرجاء، قول رايك انت في الكومنتس، قول توقعاتك للفاينل القرن اللي هيبقى ليه طبعا حلقات جايه لحد بس من قرن 27 هيبقى في حلقات للفاينل، بس قول توقعك، هل الزمالك قادر على تحقيق السداسيه السادسه ولا الاهلي هيتسع على حساب الزمالك؟ وبس اول حلقه عجبتها ما تنساش تعمل لايك، اعمل سبسكرايب كمان، اشترك وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي، الديسكربشن بتاعتي في فيسبوك وتويتر وانستجرام، وابشر على فيسبوك، ريتويت على تويتر، وكان معاكم مصطفى، اشوفكم في فوز جديد، سلام.